لنا مليك علي روح يلا نسألك مرة آخر غير آمين. هل أنا تمشي سرقة؟ هل توجد إشارات عندنا 11 مليون و 709,830 تلميذ وتلميذة التحقوا بأكثر من 29,000 يعني 29,415 مؤسسة تعليمية. أتمنى أن تكون في ظروف حسنة إن شاء الله. كثير من الهياكل والمرافق التربوية تم استلامها وسنستكمل استلام 604 هيكل مدرسي قاعدي، منها 354 مدرسة ابتدائية، منها 160 متوسطة، منها 88 ثانوية، منها 459 مطعم مدرسي، منها 70 نصف داخلية، وفيها كذلك العديد من المرافق الرياضية سيتم استلامها إن شاء الله. تشرفنا بزيارة السيد وزير التربية الوطنية ووالي العاصمة لإعطاء إشارة الانطلاق للسنة الدراسية، والحمد لله كانت انطلاقة جيدة بالنسبة لكل، إن شاء الله تكون على مستوى كل الولايات وسوف تكون جيدة بإذن الله. بالنسبة لمستجدات الطور أو مستجدات الدخول المدرسي 2024-2025، أهم ما ميزه هو تعميم التربية التحضيرية، تعميم التربية التحضيرية وإعطاء فرصة لكل طفل في الحصول على مقعد بيداغوجي للتمدرس في القسم التحضيري. هذه محطة أولى. محطة أخرى في الطور الأول حول إلغاء مادتي التربية العلمية والتربية المدنية وإضافة ساعة واحدة إلى التربية البدنية. أيضا اللغة الإنجليزية في السنة الخامسة، الشيء الجديد في السنة الخامسة هو اللغة الإنجليزية.